السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم ورحب بكم إخواني الكرام في حلقة جديدة ودائما على قناتكم شروحات للمعلوميات. في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على طريقة تخطي اختبار الصور على حساب الفيسبوك. فكما تلاحظون في الشاشة، هذه هي أكبر الصفحات التي لا يتمناها أي شخص على حساب الفيسبوك. عندما تريد أن تقوم بتسجيل الدخول، عندما ما هو أولا ما هو السبب الذي يؤدي إلى ظهور هذا المشكل أو إغلاق حسابك على الفيسبوك ويطلب منك أن تقوم بالتعرف على اختبار الصور؟ هناك العديد من المشاكل التي قد سوف أريك بعض المشاكل التي قد تؤدي بك إلى ظهور لك هذا المشكل. من بين هذه المشاكل وهو أنك تقوم بتغيير الاسم، مثلا تقوم بتغيير اسم عدة مرات، أو تقوم ب مثلا تجريب بعض الـ VPN، أو تقوم بتغيير الـ IP أو شيء من هذا القبيل. كذلك هناك مشكل متعلق بالأمان والخاص بالحساب، مثلا أنت تقوم بتغيير كلمة المرور عدة مرات، أو تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك أو تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك عدة مرات بكلمة مرور مختلفة. فهذه الأشياء تؤدي بحسابك إلى الإغلاق ويطلب منك بعد ذلك اختبار الصور. جيد، لنقوم بحل المشكل إخواني الكرام، فبسيط جدا، سوف نقوم باتباع الخطوات التالية. أول شيء قبل أن نقوم بشرح الطريقة إخواني الكرام، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. جيد، كما تلاحظون هنا هذه دارت لهذه المشكلة. يرجو كما تلاحظون هنا يرجو تأكيد هويتك. كما تلاحظون هنا مجموعة من الأشياء، اختبار الصور، كذلك تحقق من الأمان، كذلك مراجعة بعض الأشياء الأخرى. سوف نقوم بالنقل على متابعة. جيد، بعد ذلك ثم ننتظر لبضع ثواني ريتما يتم توجيهنا إلى الصفحة الجديدة. وكما تلاحظون هنا هذا الحساب يطلب منا اختبار الصور. سوف نقوم بيمكنك التأكد من الصور، نقوم بالنقل على متابعة مرة أخرى، تحديد الصور للأصدقاء، نقوم بالنقل على متابعة. جيد، بعد ذلك ننتظر قليلا حتى تظهر لنا الصور. كما تلاحظون معي هنا هذه هي الصور. كما تلاحظون هذا الشخص أنا أعرفه شخصيا كما تلاحظون هنا، فقد ظهر لي عدة مرات. سوف أقوم بنقر على متابعة. جيد، كما تلاحظون معي هنا سوف ننتظر أيضا قليلا ريتما يتم إظهار لنا صور أخرى. كما تلاحظون هنا هذا الشخص كما تلاحظون لا أعرفه، سوف أقوم بالبحث عليه من خلال الصور. هذه الطريقة كما قلت سبقا شرحتها في حلقات سابقة. يمكنك أن تقوم بالتقاط صور كما تلاحظون معي، أو يمكنك أن تقوم بتحميل الأسماء على هذا الشكل ثم تتوجه إلى متصفح آخر. تتوجه إلى متصفح آخر، تقوم بوضع وضعهم على مثلا هنا، ثم بعد ذلك تقوم بتحميل الاسم، ثم تقوم بعملية البحث لكي تقوم بتجاوز المشكل. تنتظر قليلا حتى يتم إظهار لك الصورة الخاصة بهذا الشخص، أو يمكنك أن تقوم بفتح البروفايل الخاص بك على حساب من خلال حساب آخر على في الفيسبوك. سوف أقوم باختيار هذا الشخص كما تلاحظون معي. كما تلاحظون قد ظهر الاسم الخاص بهذا الشخص. كما تلاحظون سوف أقوم بالنقر على متابعة ثم التعرف على الشخص. جيد، ثم ننتظر قليلا حتى يعطينا صور أخرى. ننتظر قليلا أخواني الكرام. أعتذر على النت فهو ضعيف جدا. جيد، بعد ذلك سوف تظهر لنا صور جديدة، نقوم بتحميل الأسماء مرة أخرى، نعمل لهم كوبي ثم نتوجه إلى المتصفح. كما قلت هذه الخطوة يجب أن تقوم بعملية الإسراع
لكي تقوم بتجاوز المشكل. نقوم بعملية البحث عن هذا الشخص، ننتظر قليلا ريتما يتم البحث عن هذا الصديق إذا تم العثور عليه أم لا. سوف نقوم بتجريب اسم آخر. جيد، نقوم بالنقر على متابعة، بعد ذلك ننتظر قليلا حتى يظهر لنا صور أخرى. جيد، بعد ذلك سوف نقوم بتحميل الأسماء مرة أخرى، ثم نتوجه إلى المتصفح ثم نقوم بإضافتهم، بعد ذلك نقوم بعملية البحث. كما تلاحظون قد قمنا بالتعرف على الشخص، نقوم بالنقر على المتابعة، وبعد ذلك ننتظر قليلا حتى نتمنى أن يتم. كما تلاحظون هنا سوف تظهر لك آخر صورة من هذه الصور، لابد أن هذا الشخص أنني أعرفه شخصيا. سوف نقوم بالبحث عن اسمه من خلال البروفيل الخاص بنا كما تلاحظون معي. فهذا الشخص نقوم بالتوجه إلى البروفيل الخاص بنا، جيد كما تلاحظون قد قمنا بالتعرف على الشخص، نقوم بالنقر على متابعة، ثم بعد ذلك سوف يتم إن شاء الله حل المشكل. جيد إخواني الكرام، كما تلاحظون تم حل المشكل الخاص باختبار الصور. كما تلاحظون الآن سوف نقوم بالنقر هنا، كما تلاحظون نحتاج إلى تأكيد أنك حاول إجراء هذا التغيير، نقوم بنعم. كما تلاحظون فالعملية بسيطة جدا، فقط يمكنك أن تقوم ب كما تلاحظون تم الأمر بنجاح. شكرا على وقتك. لاحقا محاولة تسجيل الدخول، هذه نريد فقط أن نتأكد أن حسابك بأمان، نقوم بالنقل على متابعة. وكما تلاحظون قد قمنا باستعادة حسابنا على الفيسبوك بطريقة سهلة جدا بدون مشاكل إخواني الكرام. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم إخواني الكرام، أتمنى إخواني الكرام أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا دائما دعمنا كما قلت. كما تلاحظون فلم يشاهد الشخص لدينا، كما تلاحظون فقد قمنا باستعادة الحساب كما قلت. فعندما تريد
أن تقوم ب أول من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم اجتيازك لهذا المشكل لاختبار الصور هو كثرة الأصدقاء الذين لديك على حساب الفيسبوك. لماذا؟ لأنك تتوفر على الآلاف من الأصدقاء. فمثلا أنت لديك 5000 صديق، كيف سوف تتعرف على الصديق الذي سوف يتم عرضه لك من خلال اختبار الصور؟ فكما تلاحظون هنا لدي العديد من الأصدقاء، لهذا دائما قم بعملية تصوير أو قم بعمل فيديو لهؤلاء الأصدقاء الذي لديك على البروفيل الخاص بك. كمثلا تقوم بتصوير كل الأصدقاء الذين لديك على حساب الفيسبوك، وبعد ذلك عندما يأتيك اختبار صور أو شيء من هذا القبيل، تم غلق حسابك وتصادفت مع مشكل اختبار الصور، فقط يمكنك أن تقوم بهذه الخطوة. سوف تقوم بهذه العملية، تقوم بتصوير الشاشة. مثلا أنا سوف أقوم بهذه الخطوة، فهي بسيطة جدا. فعندما يتم كما قلت، عندما يتعرض حسابك للمشكل أو لهذا الأخير لاختبار الصور، تجد نفسك أنك تتوفر على بعض الأصدقاء كما تلاحظون معي هنا. بعد ذلك تقوم هنا بإضافة، مثلا سوف تقوم بإعطائه اسم واحد كما تلاحظون معي، ثم بعد ذلك سوف تقوم بنفس الخطوة على هذا الشكل إخواني الكرام. بعد ذلك تقوم بعملية التقاط صورة أخرى على هذا الشكل، حتى تقوم بالتقاط جميع الصور للأصدقاء كما تلاحظون معي هنا على هذا الشكل. بعد ذلك تقوم بنفس الأمر، تقوم بعمل اثنان على هذا الشكل. جيد، الآن سوف نقوم بالخطوة التالية أيضا. على هذا الشكل، بعد ذلك تقوم بعملية التقاط صورة مرة أخرى على هذا الشكل كما تلاحظون معي. ثلاثة، جيد، وبعد ذلك سوف تقوم بنفس الخطوة حتى تنتهي من الأصدقاء الذي تمتلكهم على حسابك على الفيسبوك. لكن المشكل الخطير جدا الذي لا قد 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 لا تستطيع أن تقوم ب كما قلت استعادة الحساب، وهو مشكل الطاق كما تلاحظون. فمثلا هذا الشخص قام بالإشارة إلي عبر الحساب على الفيسبوك، فعندما وبعض الأحيان تجد أن هذا الشخص لا يتوفر على صورة شخصية، فتجد مشاكل. مثلا سوف أريكم بعض المشاكل التي قد تعيقك. لهذا يجب عليك أن تقوم بتجاوز هذا المشكل بعدم السماح لأي شخص أن يقوم بالإشارة إليك. كما تلاحظون هذا الشخص قام بالإشارة إلي، ربما قد تعرض لك عندما تقع لك مشكلة اختبار الصور، سوف يعطيك هذه الصورة وأنت لن تعرف صاحب الصورة. لهذا يجب عليك أن تقوم ب حياك كما قلت عدم السماح للأشخاص الآخرين بعمل لك الطاق على حسابك على الفيسبوك. مثلا سوف أريك الحل لهذه المشكلة، فهو بسيط جدا. نقوم بالذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالحساب على هذا الشكل، ثم نتوجه إلى الإعدادات. ثم ننتظر قليلا حتى نقوم بهذه التغييرات، فهي مهمة جدا. مثلا هنا سوف نتوجه إلى الإشعارات، عفوا الإشعارات الخاصة بالرسائل هذه، لكن سوف نقوم بالتوجه إلى يوميات الإشارات. اليوميات والإشارات كما تلاحظون معي هنا، من يمكن أن نشر على يومياتك الأصدقاء. سوف نقوم بإزالة نقوم بعمل أنا فقط، جيد. كذلك نتوجه إلى الإشارات، من يستطيع رؤية ما تنشره الآخرين، من يريد السماح بالإشارة بالمشاركة الإشارة، من يمكنه رؤية المنشورات التي تتم إشارته إليك عند الإشارة إليك في منشور الذي تريد إضافة الجمهور، من يمكن رؤية اقتراحات الإشارات عند تحميل الصور، هل تريد مراجعة المنشورات التي يتم الإشارة إليك فيها ودورها على اليوميات الخاصة بك، إيقاف التشغيل، هل تريد مراجعة الإشارات التي أشخاص محظوظ. كما قلت يمكن رؤية المنشورات التي يتم الإشارة إليك. سوف تقوم بهذه الأشياء، سوف تقوم بوضع أنا فقط،
كما قلت، هذه الطريقة لكي تتجاوز المشكل الخاص بالطاج أو الإشارة إليك عبر حسابك على الفيسبوك، حتى عندما يتم كما قلت إغلاق عندما يتم إغلاق حسابك ويتم اختبار كما قلت يتم تعرض حسابك إلى اختبار الصور، تجد نفسك تعرف الأصدقاء الذي قد تتعرف عليهم من أجل استعادة الحساب، وقد لا تستطيع أن تقوم بالتعرف عليهم. وكذلك هناك طريقة أخرى قد قمت بشرحها، وهي أنك عندما يتم اختبار الصور الخاص بك تقوم بتحميل الأسماء وتقوم بوضعهم على هذا الشكل، بعد ذلك تقوم بتحميل الاسم، مثلا هذا الاسم، تقوم بعمل له كوبي، ثم تتوجه إلى حساب فيسبوك، ثم تقوم بوضعه هنا على محرك البحث. بعد ذلك سوف تتعرف على الصديق الذي تم الإشارة إليك، أو الصديق الذي يطلب منك أن تقوم بالتعرف عليه كما تلاحظون على هذا الشكل. بعد ذلك إذا تعرفت عليه سوف تقوم بتجاوز المشكل. وهناك طريقة أخرى، يمكنك التوجه إلى البروفايل الخاص بالحساب الذي تريد أن تقوم باستعادته، تقوم بالدخول إلى حساب آخر على حساب فيسبوك، بعد ذلك تقوم بفتح الأصدقاء الخاصين به على هذا الشكل، بعد ذلك تقوم بالبحث من خلال محرك البحث الذي يوفره لك الفيسبوك كي تبحث عن الصديق الذي تم الإشارة إليك لتقوم بالتعرف عليه. ننتظر قليلا لنشاهد كما قلت الأصدقاء وكيف تقوم بالبحث عن الصديق. مثلا هذا الحساب الخاص بي، سوف أقوم بالدخول إلى مثلا هذا الحساب تم غلقه بسبب مشكل معين يطلب منك اختبار الصور، تقوم بالتوجه إلى محرك البحث على هذا الشكل، بعد ذلك تقوم بالنقل على أوكي. كما تلاحظون لا، ليس لدي هذا الصديق كما تلاحظون معي، سوف أقوم بالبحث عن صديق آخر، مثلا هذا الصديق. المهم، هذه هي الطريقة إخواني الكرام، كما تلاحظون قمنا بالتعرف على الصديق. فأتمنى إخواني الكرام أن تكون الطريقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد، وشكرا على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.